شو بقدر اخدمك؟ اعطيني هالدواء لو سمحت. انا مدلوي شايفك يا استاذ. انت مو ابو عادل داش؟ هو بذاته. وانت مين؟ انا عرفتك بس انت ما عرفتني. معك حق، تعرفني انا وصغير. ذكرني لك ابني، ذكرني لك. انا فهمي ابن ابو فهمي، جننته من حاره الشاله. حارتك ايه الله. لك وينك لك ابنك كل هالسنين؟ كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال كتير 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 كتير. طمني، شو اخبارك؟ اخر مره شفتك فيها لما توفى الوالد. بتذكر وفاته الله يرحمه، شنطتت بعده كتير 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 كتير. لا 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 لا، احكي لك ابني، احكي لي شلون صحة الوالدة؟ تكرهت، أعطتك عمرها الله يرحمها. لا 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 لا، الله يرحمها. طيب وأنت شو عم تعمل؟ يلي قاهرني إني ما شفتها قبل ما تموت وما حضرت جنازتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وليش؟ بعد وفاة الوالد الله يرحمه بعتتني أمي لعند خالي على مصر حتى أكمل تعليمي. إيه وبعدين؟ عندك وقت حتى احكي لك حكايتي؟ حكم حكايتي درامية وحزينة وفيها اكشن، ها مثل الافلام الامريكية. يا سيدي اختصر اذا هيك. يا سيدي بالمختصر المفيد، اسمع، ضليت بمصر عم ادرس حتى خلصت الجامعة. ودرست شو؟ حقوق دولية. يا سلام. وتوظفت لما فتحت مكتب محامي؟ لا هيك ولا هيك. لك شو عملت؟ سافرت على الخليج وصرت مستشار الشيخ سحبان. أيوة مستشار. شو؟ نعم، واحد دارس حقوق دولية. شو بدك إياه يكون مستشار يعني بالذرة؟ والله الحق معك،
ولساتك بالوظيفة؟ سمعت انه هنيك بالخليج بيدفعوا منيح، مو هيك؟ لا لا، هيك رح ازعل منك. انا بتعرتب يا راجل، الشيخ سحبان عنده كذا شركة استيراد وتصدير ومشارك بكذا بنك. المهم تحسنت الأحوال، مو هيك؟ ايه الحمد لله، تحسنت كتير كتير كتير. وهلا جاي زيارة على الشام، مو هيك؟ يعني. وإمتى رح ترجع؟ الحقيقة مالي راجع، تركت الوظيفة ورح استقر بالشام. وحتما تزوجت، كم ولد صار عندك الله يسلم؟ لا 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 لا، خير إن شاء الله خير. أنا أرمل، توفت زوجتي بحادث وتركت لي حسرة بقلبي، بالي عايش بالنسوان بعدها. إيه بس هيك ما بصير لك ابني، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. لك وينك فهمي؟ لك وين رحت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شاكر مرحبا. اهلا، يعطيك العافية يا أخي. الله يعافيك يا رب. الله يوفقك ويخلي لك أولادك. بدك تدبر لي هالوصفة. إيه هذا دواء تركيب مشاكر؟ إيه ركبها شو عليه؟ وأنا بدفع لك قد ما بدك. إيه أنت بتعرفي نحن ما بنركب دواء. بعدين مين هذا الدكتور اللي كاتبها؟ الدكتور توفيق ملكيان. إيه يرحم الرحمن، من قد إيه لعندكم إيه؟ يعني من أكثر من 10 سنين. والمعنى هلا؟ المعنى هلا انه بتروحي بتجيبي دكتور بيفحص امك بيكتب لها دواء جديد. اخ يا اخي اخ، صارت امي مغيره 100 دواء وما بتطيب الا على الوصفه هي. خاطرك. اهلين حبيبتي، خاطرك. الله معك الله معك مشاكر. شو عمو شو القصه؟ لا ما في شيء، هي مشاكر جايبت لي راشيتا دواء تركيب، كاتبها الدكتور بقول لك اياه من اكثر من 10 سنين. طب كنت اعطيها دواء ثاني. هذا اللي صار. المهم رح احكي لك شغله مهمه كثير. هات لنشوف. اتفاجأت لك اليوم بزبون عريس بعرفه وبعرف اهله. يعطيك العافيه ماما. الله يعافيك يا حبيبتي. حكمات شو اخباره لعاصم؟ والله شقت له. قصدك صار لك زمان ما وصيتيه على خضرة ولحمة. وليش هيك نيتك مزغزغة يا حكمة؟ الحقيقة اني اشتقت له. هلا إذا كنتي مخجولة توصيه على أغراض بالتليفون يا ستي، أنا مستعدة أوصل له طلباتك شفهياً. هاتي لشوف شو لازمك. يا ستي ما بقى بدي منك شي، أنا ببقى بوصي. إيه ستي تذكرت هلا، قال عمو عاصم جايب لي عريس جديد. عجيب؟ أكيد عريسته. إيه لسه ما نسينا اللي جابوه من فترة. لا والأحلى من هيك إنه العريس نفسه ما عنده خبر لهلأ. شلون بقى؟ ليش هيك عم تحكي يا حكمة؟ صحيح عاصم كبير بالعمر بس لسه ما خرف. يا ستي العريس المنتظر دكتور بالقانون الدولي، وبالأساس كان ابن جيرانه لعمو عاصم بحارة الشالة، وقال مثل ما عم يقول عمو عاصم ما في أزكى من هيك. لن تقتنع جذوري أيتها الريح العاتية، فجذوري في الأرض قاسية. لا تقل لا، فلا لا يقولها سواي، أنا العقل والعقل أنا وما عداه فللقلة الباقية. لا تذرني على مسرح الحياة، فللحياة مسرحها ومسرحي أنا في الأكوان النائية. اكتملت المسرحية وساعة نومي ها هي تدق لي الثمانية. ساعة الحقيقة وعن جد شي راقي. أو شو هذا الراقي؟ إيه عنوانه ما بيعرف ولا شو عم يشتغل هلأ؟ هلأ ما وصف لك شكله؟ طويل، قصير، مربوع، أسمر، أبيض. هلأ هذا كل شي حكاء وبس. تعرفوا الحقيقة صرت مشتهية إنه شوفوا لهالزلمة. ممتاز.
ممتاز. هذا كبران شوي، لازمه شوية تخفيف هيك. ورجيني، لا كمان هيك. أيوة هيك بندخل المسابقة. يا عيني عليك، للحمام. لك أهلين. لك أنا اللي بدي أفهمه، أنت ما عندك محاضرات بالمرة؟ ليش بقى؟ أي ما بطلع من محاضرة إلا بشوفك قاعد هون. هاي لأني قاعد عم بستناكي ومشتاق لك، هيك عم تحكي معي؟ يا سيدي حقك علي، أنا آسفة. لا ما بيمشي الحال، أنا زعلان. طيب كيف بدك يعني راضيك؟ إيه لا ما حزرت، استحي بقى. لك حكيت شي؟ إيه واضح من عيونك إني نيتك عاطلة. هلا أنا بدي أزمك على عرض مسرحي، وين فيها شي عاطل هي؟ إيه ما فيها شي. فإذا مين يلي نيته عاطلة؟ استحي يا ولد. هي علينا، هلا مقبولة هاي الكلمة، بس نتزوج اوعى تقوليها. فهمت، عسيرة الزواج حكمت عند عريس جديد. كمان؟ ايه. ومين مرشحه هالمرة؟ عمو عاصم. لك هذا ما تربى؟ ايه شو عرفني؟ يعني شو بدك تقول؟ لا تقلي له ولا بيقول لك، بكره بس تطلع القصة فافوش هو لحاله بيقول. وليش حضرتك قررت اني القصة فاشوش؟ انت بتعرفي اني بحبها لحكمت ولا لا؟ طبعا. اختك بصراحة ما بتعرف شو بدها، وانا خايف انه ما تتزوج ابدا. هلا هيك عم تحكي؟ مهم ستي، شو اوصاف العريس؟ كل اللي عرفناه عنه انه ابن عيلة. ايوه تماما مثل المرة الماضية، ابن اغريبوز. ايه لا هذا على الاقل معه دكتوراه بالحقوق، وكان مستلم شركات شيخ مهم بالخليج. ايه الله يوفقه. امشي لحق نحجز محلات. امشي يلا. نعم نعم حاضر. ايه ايه اجا مندوب شركة توزيع. لا ما دفعت له شيء ابنه. حاضر حاضر. امتى؟ دكتورة استعجلي لك شوي. الله معك الله معك. لك اهلين اهلين وسهلين بالدكتور فهمي. اهلين فيك. لك هيك يا ادمي بتروح بدون ما تترك لي لا عنوانك ولا رقم هاتفك؟ اه معك حق والله نسيت. على كل ما صار شيء تفضل، هي كرتي عليه عنواني ورقم تليفوني والفاكس والتيليكس، انترنت لسه ما ركبت. لك شو هاد شو هاد، والله شيء حلو كثير. كله هذا الهك. ايه الله يحلي ايامك سيدو. ايه تفضل، هاي الدواء اللي اعطيتني اياه امبارحه. ليش بقى؟ شرف شوف تاريخه. لا 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 معك حق، منيح اللي صارت معك مو مع غيرك، كنت تبهدلت. بسيطة بسيطة سيدي، ما حدا ما بيغلط. تركنا على من الدواء. لك عندي خبرية بتسوى مليون، عندي عروس ولا أروع من هيك. أنا أتجوز بعد المرحومة. طول بالك فهمي، الدنيا ما خلصت. تفكر الشغلة سهلة؟ بلا سهلة ابنه. بلو بلو بلو. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، خلص أمرها. بدك تعترض على أمره؟ آه أعوذ بالله، أنا أعترض على أمر الله؟ أستغفر الله، ما بعترض. بنو 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 بنو. إذا اسمعني وفتح أذنيك منيح. تفضل عمو. العروس اللي بدي أعرفك عليها بتكون معلمتي. شلو؟ هاي الصيدلية إلها، يعني هي صيدلانية. آه إيه. طيب قبلت فيني بدون ما تشوفني وشوفها؟ ولا صحيح نسيت، أكيد شايفتني على شي محطة فضائية خليجية، حاكم أخباري أنا والشيخ كانت دائما على المحطات الفضائية. لك لك حدا بيتجوز على الغمام؟ قولي معنا. استنى هون شوي، هلا بتيجي وبعرفك عليها وإن شاء الله بصير نصيب. أعطيني هاي الوصفة لو سمحت.
مين اللي كتب لك الدواء؟ الدكتور. بعرف الدكتور، بس يا عمو ما سمعت بهالدواء من قبل. هي عاشر صيدلية بيجي بإلي نفس الكلام. هات سيدي، هات لنا خذل عند الدكتور. أنت خيتو من شو بتشكي؟ يقول لي من شو ما بتشكي، كلني موجوعة من رأسي لرجلي. بسيطة بسيطة، أعطيها نورفليكس عيار 3 ميلي جرام. تفضل يا عمو، الأفضل تراجع الدكتور. لك ابني، أنت من وين بتعرف الأدوية؟ ليش أنا ما قلت لك؟ لا سيدي ما قلت لك. ما قلت لك أني دارس صيدلي بمصر؟ قلت لي دارس حقوق مو صيدلي. حقوق وصيدلي. مرة رحت لعند صيدلاني لحتى أجيب دواء، أعطاني وصفة كنت رح روح فيها، كبرت براسي قررت أدرس صيدلي. يا لطيف، مسبع الكرام. شو يعني؟ مالك مصدقني ولا مستكتر علي شهادتين؟ مرحبا. أهلين دكتورة، أهلين. أكيد هي هي الدكتورة عمو عاصم، ما هيك؟ نعم، وجنابه الدكتور فهمي جننتو اللي حكيت لك عنه. أهلا وسهلا، تشرفنا دكتور. عمو عاصم حكالنا عنك كتير. كمان اللي حكالي عنك كتير، بس الحقيقة أثر، أثر كتير بحقك، سبحان الذي خلقك. أهلا وسهلا، تفضل. ايه وبعدين اخي شو ناوي تعمل؟ ما يعرف ايش اعمل، ما يعرف ايش اعمل. انا صارت اسكن في اوقاف فندم. المهم اخي المعاملة لوين وصلت؟ ابلا كل يوم بيفرغ معاملات معاملات معاملات، فنحن معليش بنشتغل. لكن شو باقي عليك؟ فيلان انا منين بيجيب بيت تخت روان، بيت تحصيل دار كمان وكمان، انا منين بيجيب كل هذا؟ طيب هن هدول شو دخلهم بمعاملة الوقف؟ فيلان ليش ما تلبسي تربوشي وبيروحي بكملي شغل اوقاف؟ اما غريب. طول بالك اخي، اختي وداد قصدها، يعني شو دخل هدول بيت التحصيل دار وما بعرف شو كمان بالوقف تبعنا؟ في دخل ابلا في ايفيت، وقف امير داش حكم دار اغا اوقافنا نحن، في مشتركين من هدول عائلات ابلا. طيب ما يراجعوا هن مثل ما انت عم تراجع؟ هم في غياب ابلا، بيت تحصيل دار يوخ، بيت تخت روان يوخ، كله غياب أبلا، كله غياب. وبعدين أخي؟ موظف مسؤول بيقول غير حضرتنا يوخ اللي اطلب في وقف أفندم، لازم صاحب هالوقف يجي مشان الشغل يمشي أفندم. أخي مننشر إعلام بالجرائد لابد ما يصلهم خبر. إيه نعم أخي، في حدا بتجي رزقه من غامض علمه ما بيركض وراها. عفارم عليكم، لزوم يفصح في إعلان أفندم. ماما حبيبتي خلينا نرتب البيت لأنه بعد شوي جايين ضيوف. مين ماما؟ ليكون هذا هو بذاته، ليكون عريس جديد. وليه على قامة حظك يا ابني يا حكمت؟ لك اختي شو قصتكم؟ ليش هيك عم تعملوا فينا؟ فينا الفيداد ايش يعمل في اختك سعاد؟ يا خالو كم مرة بدنا نقلك انه خالتي سعاد بدها تجوزنا لابنها حكمت. ايفيت ايفيت، فانتي ام حكمت ما بريد حكمت ابن خالتك. يا عيني عليك، هذا كل شيء. فيلان سعاد اخلص، اذا كانت هاجم نصيب كان يتزفج من زمان. هيدي بيروحي على بيتك. هيدي الا والنبي مالي متحركه من مطرحي لحتى اشوف هالعريس اللي بدكم تفضلوه على ابن حكمت. فيلان حسي مات، بيقول هيدي روحي على بيتك، يعني هيدي روحي على بيتك. انت بشوف عريس في تاني زياره، هيدي بيروح على بيتك. والله كلامك مزبوط يا أخي. أختي قومي يلا تصبحي على خير. لك وين بتصبحي على خير؟ بدي شوف العريس. بتشوفيه بعدين أختي. يلا تصبحي على خير أخي، ليش على بيتك. قومي الله معك، خذي الشمسة. مع السلامة. يا ولد ولا أشيك من هيك، لك ولا أجمل. مين بيقدر يوقف قدام الشخصية الفزة؟ مين؟ فزة؟ يا سامي وين أنت حتى أسمع من تمك؟ فزة وين أنت يا روحي؟ يا حياتي، لكان أنا روح اتجوز عليكي،
ليش رحتي وتركتيني؟ كل الحق عليكي. مع هذا سامحيني، سامحتيني ما هيك؟ يا ولد مين اجا هلا يا هل ترى؟ لك سامية؟ لا تكوني قررتي ترجعي لي ما هيك؟ يلا رايح افتح لك، لا تراجعي. مين عمو عاصي؟ مرحبا فهمي. اهلين، شلون عرفت البيت؟ مو حضرتك اعطيتني العنوان؟ صحي، ورقم التليفون كمان. طب ليش ما ضربت لي التليفون قبل ما تجي؟ شو زعجتك يعني؟ اعوذ بالله، اهلا وسهلا فيك، البيت بيتك. ايه لحظة، انت بتعرف انه عندي موعد ببيت حكمة هلا؟ مشان هيك اجيت. ليش انت بتعرف وين البيت؟ ابدا ابدا. يا لطيف، شو انك ابن حلال، كتر الله خيرك. اهلا وسهلا عمو عاصم، تفضل تفضل. تفضل عمو عاصم، تفضل. اهلا وسهلا. ايه شو رايك عرفك على المرحومه مرتي؟ هي صورتها. هلا هي المرحومه مرتك؟ ايه مرتي ساميه. ايه بس مكتوب لطيفه. هي لطيفه بس انا مسميها ساميه، هيك يعني بدلعها ساميه. اذا بدك لطيفه لطيفه. شو هالحكي؟ ايه شو مفكرني يعني عم اكذب عليك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله لا يعطيك العافيه يا عاصم. ايه انا شو كان بدي بيها السرعه؟ يا لطيف يا عمو عاصم، شو كانت تحبني؟ بس هيك ربك بده. كنا مسافرين برحله بحريه، وقت السفينه ضربت بجبل ثلجي وانبخشت واندلقت المي لجواتها وشنكت بوزها وبلشت تغرق شوي 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 شوي، بعدين مالت وعينك ما تشوف إلا الناس كيف كانت عم تهر على المي الباردة مثل المشمش لما بيستوي وبتهز الشجرة لحتى تعمل منه أمر الدين. حاولت أنقذها وضميتها وضميتها وضميتها، لكن أبت إلا تلبسني قميص النجاة وتغرق هي شوي 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 شوي. يا لطيف. الله لا يعطيك العافية عاصم، والله لتفضحك حكمة. لا حكمة. شو عمو عاصم؟ طول بالك، القصة صار لها زمان، هيك ربك بده. عمر خلاص عمره. ابني الله يوفقك. شو رأيك نأجل الزيارة اليوم؟ كأني فهمت إنه الدكتورة حكمة بدها تسافر على بيروت. شو تسافر على بيروت؟ هلا كنت عم احكي مع الدكتوره حكمت وهي عم تنتظرني. يا حمو انا جاهز. ولا والله مو مبين عليك. شو هو اللي مو مبين علي؟ شوف لك ابني واسمع مني هالكلمتين. ايه تفضل عمو، انا عم اسمعك. اذا بدك تضلك على هالحاله تقطش وتلحوش، اتأكد يا ابني ما في حدا بيستقبلك لا بجوازة ولا بشغل. ما فهمت، شو رأيك بطعم عمو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بتقله هاد؟ هلأ إذا واحد معه دكتوراه بالحقوق بيدرس صيدلة؟ ايه هاي أنا قدامك. صعيب يجوز كون الوحيد بالعالم، بس أنا عندي حقوق ودرست صيدلة. شو فيها؟ وهي المرحومة زوجتك لما الفنانة لطيفة. ايه وانا شو دخلني اذا كانت المرحومة خنطق منطق مثلها؟ شو بعمل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا علي شو رأيك يا ابني نعتذر لحكمة عن الزيارة؟ وليش بقى؟ لانه على هالحالة اكيد ما راح توافق.
وإذا وافقت بتراهن؟ إذا وافقت اليوم بكرة بتبطل وبطلع أنا بسواد الوش. شوف عمو عاصم، أنت عملت اللي عليك وكتر الله خيرك، هلأ الرك علي أنا بقى، يا بتروح معي يا أما بصرخ بالولي وبلم عليك أهل الحارة وولادها. يخرب بيتك يا عاصم على هالعلقة، إلا ما تحط إصبعتك يعني شرف شرف. هاي وصلت، تفضل. السلام عليكم. شو راجع لك؟ راجع وين عمو عاصم؟ راجع لك راجع لك. قلت لك بلا ما نضيع وقتنا انت ما رضيت. هلا المخرج صديقي ودعانا حلوه ما نروح يعني؟ ايه لا ما حلوه بنو بنو. هلا اذا المخرج صاحبك انا شو ذنبي اتحمل هاي المسخره؟ لك يا امول نحن مو خطيبين وقريبا سنصبح زوجين؟ وشو دخل هاي بهي؟ معناته نحن على السراء والضراء معا. هلا بدك تقعد تعمل لي محاضره؟ يلا باي. لك لا لا طولي بالك امول ولا بعدين يعني ما حلو هيك، ما بدك تقلي لي تفضل؟ لا ايش شغل جناب حضرتك؟ بالوقت الحاضر ما بيشتغل شيء يا فندم، لسه جاي على البلد جديد. يعني حضرتك ما بياكل ما بيصرف بس يتزوج؟ انا غريبه فندم. لا فندم، ربنا كافيها والحمد لله كافيها منيح. انا ضليت مستشار الشيخ سحبان بالخليج لمده 10 سنين، ما اظنك سمعت عنه ما هيك؟ يوقع فندم، ذا شيخ شحبار ايش اشتغل افندم؟ سحبان افندم، سحبان سين حين باء الف نون، سحبان مش شحبار. زبدة كلام، ذا هذا شيخ ايش اشتغل افندم؟ ضحكتني يا افندم الله عليك. الشيخ سحبان واحد من اغنى شيوخ الخليج يا رجل، عنده مجموعة شركات، استيراد، تصدير، تعهدات، شو بتريد؟ شو بفكر أفندم؟ موجود؟ تعال، ذا جناب حضرتكم. قلنا لحضرتكم أنا مستشار القانوني لمدة 10 سنوات. تفضل أفندم، هذا كرت حضرتنا. حضرتكم تفضلي مدام. تفضلي أنسي، أنا ما أعطيتك كرت بالصيدلية، إذا خدي. فإيش بيشير على شيخ أفندم؟ ها أنا راح أحكي لك واحدة من استشاراتي أفندم، وانت قدر لحالك قديش أنا وفر على الشيخ. هات أفندم. يا سيدي، مرة تعاقدنا مع مجموعة شركات أوروبية لبناء مجمع سكني، أكثر من 2000 وحدة سكنية، طبعا مع ملحقاتها مدارس، مستشفيات، شوارع، ساحات، حدائق، مشروع كبير كبير جدا. إيفيت أفندم. وطبعا كانوا عناصر تنفيذ المشروع كلهم أجانب، مهندسين، عمال، دهانة، حتى الطباخين. مفهوم مفهوم يا فندم. والمشكلة إنه هدول ما لهم مكان يناموا وياكلوا ويشربوا، لأنه البلد كان بأوله، بقى فين نروح فيهم؟ أنا ما بيعرف يا فندم، ما بيعرف. أنا بيقول لك يا فندم، سمو الشيخ سمح إنهم يبنوا مجمع سكني، يعني كامب من قريبه حتى يستخدموه طول مدة تنفيذ المشروع. مهم أعرف أين استشارات حضرتك. جايك بالحكي يا فندم. تعال يا فندم. خد عليك يا فندم. أول شيء الشركة الأجنبية بنت الكامب، لكن شو طلع كامب؟ شغلة بتطير العقل، جميلة جدا، غرف نوم، مسابح، استراحات، كافيتريات، جناين. مهم أعرف أين استشارات حضرتك. اسمع يا فندم، الاستشارات بتاع حضرتنا، الجماعة أقاموا حفلة للافتتاح وطبعا عزموا سمو الشيخ وحضرتنا. لازم يا فندم، لأنه أجانب افهم في أصول في أدب طبعا. لكن ليش عزموا حضرتنا؟
أثناء الاحتفال الشيخ عجبه الكام وحط عينه عليه. ما غريب، كيف ذلك يا فندم؟ اقترب الشيخ مني وهمس بإذني وقال لي يا فهمي الكام عجبني بدي إياه. يخلص يا فندم، أين بنام عناصر الشركات؟ أفندم أنا بهمني رضا الشيخ، لذلك لازم لاقي استشارات قانونيات ناخذ فيها الكام. طبعا أنتم لاقيتي قانوني استشارات. طبعا أفندم، لكن ليش سموني مستشار؟ هاتي بيقولي استشارات حضرتكم. يا سيدي فكرت وفكرت وفكرت. فايش بعدين أفندم؟ وفكرت قمت لقيت استشارات قانونيات، بعتت رسالة إنذار للشركة الأجنبية، قلت لهم فيها الشيخ بده يسترجع هنجي أرض اللي بنوا عليها الكامب. يعني لازم شركات اهدم كامب أو بعيدوا للشيخ البناء والكامب. وحياة عينك هذا اللي صار. أما شو مشورة؟ يا سلام. لكن ليش سموني فهمي يا حمادي؟ والله اسم على مسمى يا أستاذ فهمي جننته. ماشي فهمي يا فندي، كمان في إكي مساءلة. يا خالو يا ريت تعطينا هيك فرصة بس ناخد ونعطي شوي مع الأستاذ فهمي. إذن أنتم بدردش، أنا لازم بيروح بنا. صباح على خير. أنا مشورة شيخ شحبان. سحبان يا فندم سحبان. دكتورة حكمت اسمحي لي بالكرت. ألو ماما حكمت، عم تسمعني تقبرني؟ ايه ايه عم اسمعك ماما، احكي. ماما في عندكن بالخليج شيخ مشهور. شيخ اسمه مشهور؟ لك لا اسمه سحبان. ايه في مليون شيخ هون اسمه سحبان، انا منين بدي اعرفه؟ يا حكمة يا ابني ركز معي، هذا الشيخ اللي عنده كتير مشاريع هيك كبيرة ومدري شو. ماما هذا مو حكي، هذا المهم انت شو بدك فيه؟ ليش عم تسألي عنه؟ ها في يا سيدي عنده موظف مستشار، هو من الشام. ايه شبه؟ شو بدي يتجوز بنت خالتك حكمة؟ ماما اطمني، حكمة بنت خالتي بعمرها ما رح تتجوز. بس حكمة هالمرة الحديدة حامية ها؟ بكرة بتبرد ماما، بكرة بتبرد، اطمني. يلا باي. يو شبو والله ولا فارقة معه، كان قاتل حاله عليها، شو صار له الصبي؟ 100 ليرة إذا سمحت. شكرا. تسلم. ايه لك عم قلتيلي مستشار الشيخ سحبان، كأني سمعاني باسمه من قبل. لك يا ديما منين بدك تسمعي باسمه؟ ما كل الخليج مشايخ واصحاب شركه. طيب المهم. لا والاخ ميلسون قضينا السهره كلها على قصص نجاحاته وامكانياته الثقافيه والعلميه. اي بسيطه، يعني هذا الشيء ما بيتخبى، مو معقول يكون عم يجيب كل هالحكي من عنده. لك معك حق، بس احيانا كنت احس انه في شويه مبالغه. يا ستي شويه مبالغه ما بيضروا، يعني ما بتعرفيها هي القصه، رجال بلدك كلهم هيك بيحبوا يكشوا علينا. شامبو لو سمحتي. ايه على عيني. 200 ليرة بس. تفضل. شكرا. يا ستي بدك تسمعي قصص طيب عمر اول ما تعرفت عليه. ليش عمر بكش كمان؟ يعني مو بكش كثير، بس انه القصة اللي بتكون هالقد بيساوي هالقد، يعني مشان انجازاته. يا ربي. بقى بدك تطولي بالك شوي، لانه مو كل يوم بصح لك هيك عريس مستشار الشيخ ما بعرف مين، وعم تقولي دارس حقوق. مو بس هيك، معه شهادة بالصيدلة كمان. شو هالحكي؟ ايه. السلام عليكم. اهلين عم طولت كثير. والله لكت من المديرية للوزارة ومن الوزارة للمديرية. المهم كيفك ديوا خانو؟ انا كثير منيحة، بس بدي اقول لك انه هالصيدلية ما بتسوى شي بلاك. الله يسلمها لصاحبتك. نيالك عليه لعم عاصم، لو شو داير يجيب لك عرسان كمان. لا 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 مدري شو نسيت، خليكي هون انسي ديما راجع. شبه؟ ما بعرف في شيء، يمكن غير رأيه بالعريس. هيك قلتي؟ يا ستي صرت بعرفه وبعرف حركاته، بس ينزنق بيفرك. لك شو عم تحكي يا امون؟ مثل ما قلت لك. لك هذا معه شهادتين، شهاده بالحقوق شهاده بالصيدلي. ايه هادي اللي سمعته. لا ايه نحن اختصاص واحد ما عم نلحق، هذا مقضيه دراسه معناته. بتعرف يلي حاسسته اني عمو عاصم مو عاجبه العريس. لك هلا مو هو اللي جايبه وبيعرف اصله وفصله؟ والله ما بعرف، بس اكيد في إنه بالموضوع. وينك امول؟
مثل ما بيقول جاري ابو ايمان، الكذب حبله قصير وبكره بيدوب التلج وبيبان المرج. بتعرف انا متاكده انه رح يلحق العرسان يلي قبله. بدك تدغري امال، حكمة حظات قلال. امال ليكون حكمة حاطة عين على شي حدا والحدا ما عم يتقدم لها. لك استحي يا ولد. ما قلت لك هاي الكلمة لا بتقوليها؟ ايه لا، قلت لما نتجوز معقولة. اه؟ ايه مزبوط اتفقنا هيك. يعني بدك صراحة؟ ايه. هلا عمر قبل ما نخطب كان يكش علي كثير. ايه. ايه بس ما وصلت القصة لدرجات امتياز وشهادات ونجاح بالخليج وما بعرف شو. معك حق، أنا كمان بفضل نسأل عنه. ضروري. يا ستي وراح أخلي عمو عاصم بنفسه يسأل عنه. حلو. السلام عليكم. أهلين عمو عاصم. يلا أنا صار لازم روح. لا أنا صار ما شفتك يا بنتي، خليك قاعدة. معلش عمو خليني روح على صيدليتي شوي. يلا باي باي. انت شو رايك فيه؟ عمو هلا هيك رح يشتغل، بسألك سؤال بترد لي الجواب بسؤال. الحقيقه انا ما شفته من لما كان صغير وفجاه ظهر لي هون. عمو هلا هذا كله معروف، انا بدي رايك فيه من خلال جلستنا بالبيت، من خلال احتكاكك فيه، رايك وبكل صراحه. بصراحه؟ ايه. انا محتار بهالرجال. ساعه بلاقيه طبيعي وساعه بلاقيه ايه بيقطش وبالحوش. مثل شو؟ قال شو؟ درس حقوق بالقاهرة ودرس صيدلة بالإسكندرية. ايه وحكالي قصة تقولي فيلم سينما. قصة شو؟ بعدين بعدين. طيب في حدا بقى من أهله بالشام؟ الحقيقة ما شفت غيره. عمو شو رأيك تسوي لك فتلة صغيرة بحارتكم؟ بركي بتلاقي حدا من اللي بتعرفه. بتكرم هيني بتحقق لك منه. ايه دكتورة. ايه. بدي اسألك سؤال ممكن؟ تفضل. انت شو رأيك فيه؟ انطباعي انه في شيء، في حلقة مفقودة ولازم اكشفها. الأكل، الشرب، الفرح، الروح، الحزن، الإرادة، السهر، الحسد، التركيز، الميزان، العالم، ميزانك، الأرض، الفرح، الحزن، السعي، الحسد، الميزان، ميزانك، الزواج. الزواج لازم اتزوج حكمت، ولازم اتزوج حكمت، ولازم اتزوج حكمة، ولازم اتزوج. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمر خدمة. حاج حمدو ما عرفت لي؟ لا والله يا ابني ذكرني، يعني شايف الكبار عار. أنا عاصم دافش الحيط، شو زيتني؟ عاصم حبيب قلبي، شو المشاكل اللي عندي هلا؟ حاج حمدو أهلي أهلي أهلي. وينك أنت يا ابني؟ أنت صار لي ما شفتك. شوف حاج حمدو، أنا جايك بشغلة مهمة ومستعجلة، بتنهي لي إياها بالأول بعدين بنقدر نحكي. الله الله يا عاصم يا ابن أبو عاصم رحمة الله عليه. تفضل تفضل عمر. تعيش 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 يا رب. إيه سيدي شو أخبار بيت جننتو عندك؟ بيت جننتو يا حبيب قلبي العمر إلك، هدول ما صار في حدا منهم بنوب.
ما بتتذكر ابنهم الوحيد فهمي؟ ابنهم الوحيد هذا يا سيدي بعد ما ماتت امه ما عدنا شفناه ابدا. طيب بيتهم هون بالحاره شو صار فيه؟ موجود. ومين ساكن فيه؟ ما حدا، الاثار حاطه ايد عليه. واذا قلت لك انه فهمي ساكن فيه؟ لا. اي نعم. ليكون مشان هيك. مشان هيك شو؟ يا سيدي من حوالي شهر واكثر من مره كانوا في شابين عم يسالوا عنه. ايه شو جاوبته؟ شو بدي جاوبه؟ من يوم ما ماتت امه وما عاد شفنا ابنه. لك شو صار؟ احكي لي عصيم. بتعرفي يا دكتوره عم يخطر على بالي ليش ما بتعملي معمل كريمات؟ انا مستعد اعطيكي اختراعي الجديد. ايه اختراعك الجديد؟ شو هاد بقى؟ ليش انا ما قلت لك عليه؟ لا 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 كيف راحت عن بالي؟ انا اكتشفت بل لنقل اني قد اخترعت كريم مزيل للتجاعيد. والله لكن شو بتصدقي يا دكتوره؟ شركه روش الالمانيه دفعت لي 100,000 دولار وكانت مستعده تزيد السعر حتى لو طلبت 120,000 دولار بس تاخذ الاختراع. لكن انا ما رضيت، ما رضيت بنوب. لا يا دكتور لا والله مالك حق. بلدي احق فيه، انت زوجة المستقبل احق فيه، لكن شو لا فيك الخير اكيد. ساعتها راح احول لك الصيدليه لمركز طبي كبير. بزبط. ايه منيحه كثير. ولك علي الا ما تلاقي الناس صافه من هون لبرده، تبهي من هون لبرده حتى تحصل على حصة كريم. يا سيدي مشكور كتر خيرك. شو قلتي دكتورة؟ عم بقول ان شاء الله فكر بالموضوع. لك لا انا بقصد بصراحة يا دكتورة انا ما عدت قادر اصبر اكتر من هيك، وبعرف كمان انتي ما عدتي قادرة تصبري اكتر من هيك. رح اجيب الخواتم واجي لعندكم الليلة. تعرف يمكن بكر شوي. ليش بقى؟ ليش يا دكتور؟ أولتها وآخرتها رح نتجوز، فخلينا نخطي هالخطوة الأولى ونخلص. طيب هلأ أنت ليش ما بتاخد وقتك؟ يعني سؤال عنا شوي. أنا ما عندي ولا سؤال عنك، وأنت صرتي تعرفيني منيح. بعدين أنا بعرف أنت ما عدتي قادرة تتحملي أكتر من هيك، ما بدك تخسري هيك شخصية عريس لقطة. ليك أنا عندي سفرة برات البلد ورح تطول كتير، بقى لأرجع بصير خير. لا 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 ليش هيك؟ إمتى مسافرة؟ بكرة 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 الصبح وبكير كتير. إيه محلولة دكتورة، الليلة منلبس الخواتم ولبين ما ترجعي. يا دكتور يا دكتور خجلاني إلك، ما في نصيب. شلون يعني؟ هلأ إن شاء الله لا تتضايق، يعني أنا كمان لا أحتمال وشخصية هيك. بس ما... يا دكتورة بكرة لما دكتور قلت لك ما في نصيب، آسف. يا لطيف. طيب شو لازم نعمل؟ أنت المختار، شو بتعمل بهيك حالة؟ لازم نبلغ الشرطة. عاد قوم شوف شغلك وخليني شوف شغلي. لحظة. طيب إذا كان هربان من هنيك وبدنا نرجعوه وين بدنا نلاقيه؟ هلا انت عم تسالني؟ على كل تليفوني صار عندك، لما بتضيعوا حاكيني بركي بيكون لزام بالصيدليه. معك حق، معناتها هدول اللي كانوا عم يسالوا عنه من هنيك. طبعا هربان. هلا وقت التحليل البوليسي تبعك، قوم وخليني ارقي هالمصيبه اللي جبتها للدكتوره وعيلتها. السلام عليكم. يوما أصر وزراء الخارجية بالإجماع وترجوني إني استلم مكتب العلاقات الدولية. قلت له إن أعطوني فرصة لفكر. برافو. إيه أنسي شو قررتي؟ بشو؟ أنا جاي لعندكم المساء ومعي الخواتم. دكتور فهمي مو حكينا واتفقنا وقلنا إنه ما في نصيب، حكينا ولا ما حكينا؟ حكينا حكينا دكتورة، معك حق، بتعرفي نسيت. على كل ماشي الحال، يلا السلام عليكم. الله معك. قبل ما انسى تفضلي دكتوره، هي كرتي اتصلي فيني في حال غيرتي رايك. السلام عليكم. اهلا
اهلين عمو عاصم. لك وينك؟ اللي اكثر من ساعه عم بنتظرك. عمو على كل منلتقى المساء. باي باي دكتوره. شو الحالة تايرة معه اليوم مو هيك؟ هلكني هلكني محاضرات. هالرجل اكيد مريض. مزبوط. يعني مزبوط مريض. عمو شو صار معك؟ مو المهم شو صار معي، المهم لازم نحسم الموضوع نهائيا وبأسرع وقت. لا تخاف، أنا حسمته معه وانتهى الموضوع، فهمته لدكتور فهمي جننته تبعك إنه ما في نصيب. ها ريحتيني الله يريحك. وإلك عندي ما عاد اتدخل بهالقصة بعد اليوم. لا عمو هيك بزعل منك، يعني أنا مين إلي غيرك؟ بس القصة وما فيها، يعني وقت اللي بتجيب لي عريس مرة ثانية بتقدس عنه، سأل عنه شوي. حاضر. وإذا كان ابن عيلة وجاركم بالحارة هذا ما بيعني إنه ما في منه ما؟ مزبوط. والناس مخباية بتيابة هيك أنت بلسانك دائما بتقلي. إيه والله. يلا يا سيدي، المهم خلصنا من هالموضوع على بكير. يا عمو احكي لي شو صار معك. لك هذا الله يخرب بيته، طلع هربان من مستشفى المجانين من القصير. إن شاء الله ألف مبروك يا جماعة. الحقيقة أنتوا حصلتوا على عريس لقطة، شخصية وشبوبية قدر وقيمة، عريس آخر زمن. على فكرة أنا وصيت على الخواتم ووصيت على الشبكة زي ما بيقولوا بمصر. عند مين وصيتي فهمي أفندي؟ عند مين بده يكون يعني؟ عند شي صاير أكيد. لا، لازم أول رأي ذا مشورة دكتورة حكمة. من شان هيك هلأ جاي الصايغ لهون ومعه تشكيلة واسعة ومرتبة، بتمنى من الكل يعطونا رأيهم وبالأخص الدكتورة حكمت. ما بعرف ليش تأخرت لهلأ، ما لا بالعادة. تعرفي يا أنسة أمل، هذا الدور اللي عم بيمثله محمود ياسين كان إلي. يه معقولة؟ ايه صدقيني، بس الواحد شو بده يحكي، لانه انا سوري وهو مصري ابن بلد، مع اني قبل منا يعني قاري سيناريو كتير مهم، بس ما عجبني الدور قمت عطيته اياه. بس انا متاكد انه دافع نص اجره للمخرج لحتى يلطش الدور مني ويكنسلني. صدقيني في كتير نجوم بمصر انا مقدمهم للشاشه العربيه والعالميه. فيلم انت بيش بيكون مهندس مو شرخيص مو ممثل افوكاتو دكتور، فيلم انت بيش بيكون غريب. يا استاذ فهمي يا استاذ فهمي، انت شو لك علاقه بالسينما؟ انا ليش؟ انا ما قلت لكم انه لما كنت انا بمصر درست بالمعهد العالي للتمثيل واخذت الدرجه الاولى؟ صدقيني يا حماتي انا مستعد اعمل لك فيلم سينما لحالي، سيناريو واخراج وتمثيل وتصوير وسكريبت كمان. اهلين ماما. اهلين عمو عاصم، وينك لهلا يا رجل؟ راحت عليك حفله الخطبه، اكلنا الجاتو كله. شو عم يعمل هذا هون؟ قال عم يحكي لنا لما كان ممثل. اهلين دكتوره، الله شو هالحلاوه هي. بس ليش تاخرتي علي؟ انا زعلان منك، بس ولا يهمك بستناك العمر كله والله. ليش تأخرت علي؟ مو اتفقنا نيجي سوا؟ ولك فهمي انت شو جابك لهون؟ الدكتورة مو قالت لك الموضوع منتهي وما في نصيب؟ الدكتورة ما كانت عم تحكي بوعيها، سألني إلي، أنا عامل دكتورة بعلم النفس وبعرف شو كانت عم تفكر هذيك اللحظة، احكي لك شو عم تفكر هلا أنت؟ اخرج فينا، أنت فاحت مؤكد عقيق، اخرج منها فينا نخرج.
شكلي جبران، هذا واحد مجنون فدي. يا خالو طول لي بالك، مو هيك، لحظة شوي. أمان دكتور فهمي، مو اتفقنا أنا مسافرة ولأرجع منحكي بهالموضوع منحلها بساعتها؟ تعال هلا امشي معي، تعال معي، تعال لوين؟ ايه على الغرفة، بس بدي احكي معك كلمة صغيرة بالغرفة. على الغرفة؟ لا لا امي، لا لا الله يخليكي، لا لا تقفلي علي الباب تتركيني لحالي، انا بخاف ضل لحالي. الله يخليكي امي، خلص خليني بارض الديار، وانا بوعدك ما اقرب على البير بنوب، اصلا انا ما بحب البير، بخاف منه وفي غول وهيك بيقولوا بالحكاية. ما رح اقفل عليك بعد، خلص ما رح اقفل عليك. روح. يعني ما رح تتركيني لحالي؟ لا رح تضلي معي؟ ايه على طول. وين بتروحي كل يوم بتتركيني؟ كل يوم في استقبال؟ طيب ليش ما بتاخديني معك على الاستقبال حتى نقي عروس؟ بوعدك ان ما تزعجك بنوب، ضل تخدمك طول عمره وانتي بتقدري تتسددي. ايه وقولي عندك طلب تاني، لا طلعيني من المدرسة. امي انا بحب المدرسة، بحب صير شخصية مهمة كتير، يقولوا بالحارة ليك وفهمي ابن خجو قدروا قيمة ومكانة. يا كتربية يا بلا، ايه شو رأيك عرفك على عروستي؟ حكمان؟ حكمان عجبك؟ طارت راحت زعلت وفلت. نعم شوفي طولوا بالكم شوي شباب، طولوا بالكم، خلص رايح معكم. حكمت ولا يهمك انا راجع، خدي كرتي اذا احتجتيني اتصلي فيني. تاخذ كرت، خذ كرت، تاخذوا كرت، تاخذوا كرت. لا حول ولا قوة الا بالله، طلع الرجال مصيف. فلان عاصم كان لازم ياخذوكي انت كمان، الله يخرب بيتك عزب افندي، والله يلزمك خرمزي حمام مرتب. كان عزب افندي، كان عزب افندي، كان بيستنى فينا، بيستنى عاصم. خلص لك خلص، والله عاصم افندي كان بيستنى. Yeah.